جينا بعد كل يوم نعاني فبقتل القائد الحق توالت في تنو الغدر أصابت كل هاني في تنو الغدر أصابت كل هاني قد خالفوا مسيره كي يطفئون نوره قد خالفوا مسيره كي يطفئون نوره فابن سفيان طغى رأس الوجود وعلى أحشائه كم الطغون ينهب الإمارة من بعد حيدر يشتري للذمم كل خونة يشتري للذمم كل خونة فابن سفيان طغى رأس المجون وعلى أحشائه كف الضغون ينهب الإمارة من بعد حيدر يشتري للذمم كل خونة يشتري للذمم كل خونة قد خالفوا مسيره كي يطفئون نوره من خالفوا مسيره كي يطفئون نوره ضربة المحراب يا جرح الزمان قد بقينا بعدك اليوم نعاني فبقتل القائد الحق توالت في تنو الغدر أصابت كل هاني في تنو الغدر أصابت كل هاني قد خالفوا مسيره كي يطفئون نوره قد خالفوا مسيره كي يطفئون نوره فابن سفيان طغى رأس المجون وعلى أحشائه كم الطغون ينهب الإمارة من بعد حيدر يشتري للذمم كل خون يشتري للذمم كل خون قد خالفوا مسيره كي يطفئون نوره قد خالفوا مسيره كي يطفئون نوره نزف الجراح في كل ساح شد وجيد بين مصلح وفاسد قد كان حيدار بالعدل يزخر لكن قول الحق لا يرضي المعاني واليوم عشنا وقد رأينا كيف الطغاة تعتدي على المساجد إنا نطالب لسنا نحارب لم يعبه قد خربوا حتى المراقد نزف الجراح في كل ساح شد وجد بين مصلح وفاسد قد كان حيدر بالعدل يزخر لكن قول الحق لا يرضي المعاند واليوم عشنا وقد رأينا كيف الطغاة تعتدي على المساجد إنا نطالب لسنا نحارب لم يأبه قد خربوا حتى المراقد الفكر المتطرف للعنف مصدر في العصر بين أصناف الخلق ينخر تكفير تفجير بالقتل يفخر والجرم للشيعي في حب حيدر والجرم للشيعي في حب حيدر الفكر المتطرف للعنف مصدر في العصر بين أصناف الخلق ينخر تكفيرون
قتلنا يا غوث المنادي، فإنا قتلنا وفي كل وادي سلبنا سجنا وقطع الأيادي، لأننا نوالي نعد من تعادي، لأننا نوالي نعد من تعادي، علي أخذنا يا غوث المنادي، فإنا قتلنا وفي كل وادي صلبنا سجنا وقطع الأيادي، لأننا نوالي نعد من تعادي، لأننا نوالي نعد من تعادي، نسف الجراح في كل ساح شد وجيف بين مصلح وفاسد، قد كان حيدار بالعدل يزهد، لكن قول الحق لا يرضي المعاند، واليوم عشنا وقد رأينا كيف الطغاة تعتدي على المساجد، إنا نطالب لسنا نحارب، لم يهبؤون قد خربوا حتى المراقد، نسف الجراح في كل ساح شد وجد بين مصلح وفاسد، قد كان حيدان بالعدل يسخر، لكن قول الحق لا يرضي المعاند، واليوم عشنا وقد رأينا كيف الطغاة تعتدي على المساجد، إنا نطالب لسنا نحارب، لم يعبهوا قد خربوا حتى المنافق، الفكر المتطرف للعنف مصدر في العصر بين أصناف الخلق ينخر، تكفيرا تفجيرا بالقتل يفخر، والجرم للشيعة في حب حيدار، والجرم للشيعة في حب حيدار، علي أخذنا يا غوث المنادي، فإنا قتلنا وفي كل وادي سلبنا سجنا وقطع الأيادي، لأننا نوالي نعد من تعادي، لأننا نوالي نعد من تعادي، فضربة المحراب يا جرح الزمان، قد بقينا بعدك اليوم نعاني، فبقتل القائد الحق توالى، فتن الغدر أصابت كل آني، فتن الغدر أصابت كل آني، قد خالفوا مسيرة كي يطفئون نورة، قد خالفوا مسيرة كي يطفئون نورة، قد نصوا في أن طغى رأس المجون، وعلى أحشائه كم الضغون، ينهب الإمارة من بعد حيدر، يشتري للذمم كل خؤون، يشتري للذمم كل خؤون، قد خالفوا مسيرة كي يطفئون نورة، قد خالفوا مسيرة كي يطفئون نورة، نسف الجراح في كل ساح شد وجذب بين مصلح وفاسد، قد كان حيدار بالعدل يسخر، لكن قول الحق لا يرضي المعاند، واليوم عشنا وقد رأينا كيف الطغاة تعتدي على المساجد، إنا نطالب لسنا وإماما وحبيبا وإماما وعليا وإماما وحبيبا، أيها السابح في فيض الدماء
فانفست وخلق السماء. أي خطب حل في حل حين الجبناء. فلقوا رأسك غدرا واعتدا ونعاك يا إمام من هواك يا إمام. قتلوا من كان للحق وعاء وإماما وعليا وإماما وحبيبا. دنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي.